حكور فايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن، للدكتور فارس الحجري. مناظرات سلمية من شخصية علمية وأكاديمية، مناظرة سلمية مع استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر. برنامج يا هلا، استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر. شرب الماء الساخن خرافة لا دليل علمي عليها. الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقية. مواطن سعودي يستفسر، العلاج بالماء الساخن ما زالت كثير من الجهات العلمية تشكك في فوائده، وسؤال: لماذا لم تعترف حتى الآن أي جهة أو مؤسسة أكاديمية أو طبية رسمية وليست خاصة بفوائد الماء الساخن؟ حتى الآن الاعتراف من جهة ليست ذات طابع أكاديمية وغالبها من مؤسسات الطب الشرقية. الجواب: كم من السنوات استغرقت حتى صدقت الأمة برسالة الرسل والأنبياء وحتى الشخصيات العلمية البارزة؟ إن مصداقية تعليق أو انتقاد أي موضوع من شخصية علمية تعتمد كليا على مدى التخصص العلمي للمنتقد مقارنة بالموضوع ذاته. فالدكتور خالد النمر تخصصه يقع في نطاق الطب الحديث الذي يعتمد أساسا على علاج الأمراض بواسطة العقاقير الطبية والتي تعالج أعراض المرض، عكس تماما عن الطب الشمولي الذي يركز تماما عن أسباب المرض، والطب الأستيوباثي الذي يعتمد على قدرة الجسم الكامنة في الشفاء ذاتية والصيانة والوقاية الذاتية. من خلال العديد من الأدلة القصصية من مستفيدي العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري منذ اكتشافه في عام 2007، والتي بدأ تحميل البعض في قناته اليوتيوب، فإن الحديث والتعليق على هذا العلاج الطبيعي الرخيص والسهل ومتوفر للجميع من قبل شخصيات علمية وأكاديمية، فذلك دال على أنه وصل إلى مرحلة متقدمة فيما بدأ يأخذ اتجاه جديد نحو تحقيق اعترافات أكاديمية دولية من قبل المجتمع العلمي. لا يوجد اكتشاف علمي يستطيع تحقيق أي اعتراف أكاديمي إلا أن أجريت له أبحاث وتجارب معملية وسريرية تحت إشراف علماء، وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق المنحة المادية لدعمه، وهذا نادرا يتحقق من دون أن يكون له مردود اقتصادي. فيما ينظر إلى العلاج بالماء الساخن بأنه مهما زادت أعداد المستفيدين أو مصداقيته، إلا أنه نظر إليه بعدم إمكانيته على تحقيق أي مردود اقتصادي، فإن المصير يتواصل لإثبات عكس ذلك، حيث أي شيء يعود بالمنفع على صحة المجتمع دون أن يحمل أي مخاطر ولا يميز بين الفقير والغني، الكبير والصغير، بل أثبت على قدرته في تحقيق الصحة الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية لكل من التزم كليا على تطبيقاته الصحية والعلاجية الستة، وهي: الإيمان بفوائده، التطبيق، الاستمرار، التقدير، المواظبة، فهم مزاياها بقدر المستطاع.
فإن الإنجازات التي ستتحقق في هذا الشأن ستفوق بكثير عما يمكن أن يتوقع أي إنسان. ومع ذلك فإن الطريق لتحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي الذي سيكون له أثرا كبيرا في التاريخ على الصحة البشرية الشاملة يتواصل. فالأدلة القصصية من مستفيدي العلاج بالماء الساخن كافية أن تثبت مدى فعالية هذا الدواء الطبيعي والسهل والرخيص والمتوافر للجميع. فكن أنت المستفيد القادم وأعمل على تقديم تجربتك حتى يستفيد الآخرين. وسيتم نشر تجربتك على قناة اليوتيوب التابعة للدكتور فارس الحجري تحت عنوان فارس الحجري. ترقبوا الأحداث. يقول الدكتور جاك ويلفسون طبيب أمراض القلب تدرب في كلية شيكاغو للطب الاستيوباثي أي الطب التقويمي، ثم عمل في مجال الطب الباطني والطب أمراض القلب مع خبرة الأكثر من 20 عاما، أنه سئم من المرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على نتائج علاجية جيدة مع شعور المرضى بالأسوأ في بعض الأحيان باستخدام الأدوية والإجراءات. إن متوسط العمر المتوقع في أمريكا أخذ في الانخفاض، المزيد من الناس يعانون من الأمراض، تكاليف الرعاية الصحية تتصاعد. إذن ليس فقط الرعاية الصحية بواسطة طب الأدوية لا تعمل، إنما تقتلنا أيضا. إن الطب الأدوية يعالج الأعراض فقط ومعظمه يعتمد على الحبوب وإجراءات الأدوية الكبيرة، لم يتم تصميم الطب الأدوية لمعالجة أسباب الأمراض. باعتباري طبيب متخصص في أمراض القلب، أمضيت 10 سنوات في الحصول على تدريب طبي متقدم. كنت متفوق في دراساتي الأكاديمية، عملت في 4 مستشفيات مختلفة، ومع ذلك لقد تعلمت أقل من 5% فقط من كل هذا التعليم، بينما كل هذه الخبرة تم إنفاقها على تعلم كيفية الوقاية من الأمراض وعلاج أسباب المرض وتحقيق الصحة المثالية. انظر ما يعلمونه في كليات الطب هو كيفية تحديد الأعراض وكيفية علاج الأعراض وكيفية إجراء العمليات مثل العملية الجراحية. هناك القليل من التدريب ولا تدري حول أسباب المرض وكيفية القضاء على هذه الأسباب. لا لجني المال عندما يكون الناس أصحاء، لا لشركات صناعة الأدوية، لا للسياسيين الذين يصفون جيوبهم بمساهمات من شركات صناعة الأدوية العملاقة، لا لمراكز طبية واسعة النطاق، لا لشركات التأمين الصحية، لا لشركات كيميائية تصمم غذاؤنا أو تعدله بالجينات الوراثية. هناك الكثير من الأموال التي يجنيها الكثير من الناس عندما يتعرضون الناس بالأمراض. عندما تكون بصحة جيدة لا أحد يربح بينما أنت الرابح. تم تصميم النظام الطبي الحديث للحفاظ على حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل مكلفة للغاية، يحتاجك الاقتصاد أن تكون مريضا للبقاء على هذه الحبوب. هناك الكثير من الأموال في النظام لأنه يمثل لك أن تكون بصحة جيدة.
إن النظام والاقتصاد يحتاجان أن تكون مريض، وبالتالي فإن النظام منظم لتشجيع الأمراض. يعد السوء استخدام العقاقير الطبية أحد أكبر المشكلات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصفها البعض بأنها وباء. في أي وقت نضع فيه مادة غريبة، أي من صنيع الإنسان، بداخل أجسامنا، فإننا نواجه خطرا واضحا يهدد نظامنا المناعي ويهدد صحتنا. لم تتم هندسة أجسامنا للعمل مع المواد الغريبة مثل الأدوية الكيميائية. من الواضح أنه ليس بمستوى مناسب من الرعاية، حيث أن متوسط العمر المتوقع أخذ في التناقص والأخطاء الطبية في ازدياد. تفرض الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات المحلية اللقاحات على الشعب الأمريكي ولأطفالهم، على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن هذه اللقاحات تضر أكثر مما تنفع. أظهر تقرير حديث لأكثر من 14 ألف طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من نصفهم يعانون من الإرهاق الجسدي والنفسي بسبب الإجهاد. لقد مارست أكثر من 10 سنوات في ممارسة كبيرة وشاهدت الإجهاد بشكل يومي. في النهاية أنت الأفضل تجهيزا لعناية نفسك. لقد تسبب علينا الأطباء بالإخفاق، يجب أن تتعلم الحقيقة. بكل بساطة فإن الجواب هو اعمل على اتباع الطبيعة وتناول الأطعمة المناسبة واقضي النوم سليم واستمتع بفوائد أشعة الشمس، إنها حقا بهذه السهولة. اسمي الدكتور جاك ويلفسون، وأنا طبيب أمراض القلب في فينيكس أريزونا. زوجتي الدكتورة هيدز ويلفسون. نحن نؤمن أن سوء التغذية والمواد الكيميائية والضغط النفسي هي السبب في جميع القضايا الصحية. نحن نعلم أن التغذية السليمة وليس الأدوية والعمليات الجراحية هي الطريقة الصحيحة للحياة الصحية. نحن نقدم لك حلول معيشة صحية عملية وفعالة والطبيعية. معا نحن الدكاترة ويلفسون وتغيير العالم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.